مساء الخير. داعش يهدد باستهداف مراكز الاقتراع والمرشحين في العراق خلال الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، وذلك في رسالة صوتية له. روسيا تضرب خلايا إرهابية بمدينتين تستضيفان المونديال بعد أقل من شهرين. حملة اعتقالات واسعة يشنها الحوثيون ضد مسؤولين في العاصمة اليمنية صنعاء بذريعة مخالفتهم تعليمات أصدرتها الجماعة مطلع الشهر الجاري. تحذير أممي من الخطر المتزايد لاستخدام الأسلحة النووية على لسان مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة، والتي أعربت عن أسفها للسباق النوعي بين دول العالم للتسلح. الأمير ويليام وزوجته كيت يرزقان بصبي وهو مولودهما الثالث، وفقا لما أعلن قصر كنسنغتون في بيان له.